بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. أعزائي الطلبة، نبدأ اليوم إن شاء الله أول محاضرة إن لمساق البايثون أو البرمجة بلغات أخرى اللي هو CS 111 لطلبة تكنولوجيا المعلومات، ونبدأ بالشابتر الأول اللي هو البيجنينجز أو بيسموه البدايات. أنا المرة الماضية طلبت منكم تنزلوا السبايدر او الاناكوندا على اساس تكون برنامج السبايدر عندكم جاهز، اللي هو الايديتور اللي راح نكتب فيه برامج اللغه. واول شابتر طبعا بتحدث عن مبدا البرمجه بشكل عام، وكيف انه احنا بدنا نحل البروبلمز المختلفه. أنا الآن يعني قبل ما ندخل في اللغة وندخل في تفاصيل اللغة، أنتم بتعرفوا أنه الكمبيوتر عندي بتكون من جزئين رئيسيات، بتكون من الهاردوير وبتكون من السوفتوير. الهاردوير اللي هو عبارة عن إيش؟ اللي هي الأدوات، سي بي يو، الديسك، البريفيرال ديفايسز مثل لوحة المفاتيح والماوس، اللي هي الانبوت ديفايسز، الاوتبوت ديفايسز مثل الشاشه الى اخره. كل هاي ادوات كلها بنسميها ايش؟ هاردوير. هاي الادوات بدنا نستفيد منها، يعني الكمبيوتر وجد عشان يعطينا فائدتين اساسيات، السرعه والدقه، وهذولا بيهمنا جدا في الحياه. اذا انا انجزت مهمتي بسرعه وانجزتها بدقه كمان، فانا كسبت الوقت، والوقت عامل مهم جدا في حياه البني ادم. تمام. ايضا في عندي كمان بعض الجوبس بتكون كبيره جدا، يعني بتكون خارج قدره الانسان العادي، او حتى ننجزها بنحتاج الى مجموعه كبيره من الهيومنز اللي ممكن يشتغلوا مع بعض حتى ينجزوها. الان الكمبيوتر في العصر الحالي حل لنا هاي المشكله. الكمبيوتر بيقول لك الان انا بحل لك مشكلتك بسرعه بدقه، والوقت اللي ممكن يحتاج منك إلى سنوات ممكن أعملك إياه بدقائق. فالآن بس أنت أعطيني شو البروبلم اللي عندك، وصف لي شو مشكلتك خليني أحلها. لأن حتى أنا أوصف للكمبيوتر شو المشكلة اللي عندي، هذا الحكي ما بزبط. أقعد قدام الكمبيوتر وأقول له والله أنا مشكلتي 1 2 3، لا، الكمبيوتر إله لغة بفهمها زي ما للهيومن لغة بفهمها، مزبوط ولا لا؟ احنا الان قاعدين نتكلم باللغة العربية او نتكلم باللغة الانجليزية وفاهمين على بعض، لكن الكمبيوتر عنده لغة واحدة. شو لغة الكمبيوتر؟ لغة الكمبيوتر هي الزيرو والون. لغة الكمبيوتر يا شباب هي لغة الزيرو والون. تمام. وبالتالي انا اذا بدي خاطبه او اوصف له اي مشكلة عندي، شو لازم اوصف له اياها؟ أوصف له إياها بالزيرو والون. طبعا هذا الحكي تيجي تقول لي والله أنا بدي أكتب برنامج، أنا عندي مشكلة يا دكتور بدي أجمع رقمين. ماشي، اجمع رقمين يا أخوي، وصف للكمبيوتر مشكلتك. تقول لي بدي أكتب برنامج بالصفر والواحد كيف أجمع رقمين وأعطيه للكمبيوتر؟ بقول لك قديما نعم صحيح كانت هاي اللغة الدارجة، وبالتالي التعامل مع الكمبيوتر كان very complicated، معقد وطويل وممل. لكن مع ظهور اللغات الحديثة أو بسموها اللغات عالية المستوى مثل لغة البايثون، لغة السي، سي بلس بلس، اللغات هاي عالية المستوى ريحتك من التعامل بلغة الآلي. قلت لك يا عمي إحنا في عندنا language syntax، في عندنا نحو لهاي اللغة، زي قواعد أو rules للغة هاي، زي قواعد اللغة العربية، زي قواعد اللغة الإنجليزية بتكتب فيها. والآن اللي بتكتبه هذا زي كأنك تكتب قاعد باللغة الإنجليزية أو تكتب باللغة العربية. طبعاً إحنا لغاية الآن ما نكتبش، يعني البايثون راح تكون باللغة الإنجليزية، ولكن الكلمات اللي بتكتبها مفهومة وسهلة وممكن تتعلمها. لكن هاي الكلمات والقواعد اللي أنت بتتعلمها والسنتاكس اللي بتكتب فيه راح يمر على إشي اسمه إنتربريتر. إنتربريتر مفسر، وفي عندي إشي كمان ممكن حسب اللغة ممكن السي بتمر على كومبايلر. وفي فرق بين الانتربريتر والكومبايلر.
مترجمات أو مفسرات، ولكن الهدف واحد بالنهاية، هو تحويل اللي كتبته أنت بلغة عالية المستوى إلى لغة الآلي. إذا الانتربريتر هون ريح الهيومن، ريح البني آدم، قال له لا تكتبش بلغة الآلي. إحنا أنا كانتربريتر أو كومبايلر، أنا بوفر لك الإمكانية أني أحول ما كتبته أنت حسب قواعد اللغة اللي أنت بتكتب فيها، بحولها إلى لغة الآلة. لذلك الانتربريتر أو الكومبايلر حتى يحول من لغة عالية المستوى مثل لغة السي أو لغة البايثون أو أي لغة إلى لغة الآلة، يجب أن يكون هناك قواعد أصلاً للغة تحكمها، سنتاكس للغة يحكمها. وبالتالي إحنا هنا الآن في أول درس أو في أول شابتر لازم نتعلم السنتاكس تاع اللغة، كيف بدنا نكتب جملة الإدخال، جملة الإخراج، جملة المعالجة. ولا لاحظوا أنا شو حكيت؟ حكيت إدخال، معالجة، إخراج. الآن أي برنامج بالدنيا، أي مشكلة عندك بالدنيا بدها تنحل، سواء كانت مشكلة رياضية أو مشكلة منطقية أو مشكلة، أي مشكلة من هاي المشاكل، لابد من أنه تمر في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنك لازم تحدد شو المدخلات، ها؟ شو المدخلات اللي لازم أنا أدخلها أو تكون متوفرة معي حتى أقدر أحل. مثلا بدي أحسب مساحة الدائرة على سبيل المثال، بقول لك حتى تحسب مساحة الدائرة بدنا نعرف شو القانون. القانون هو نون قاف تربيع باي، مربع نصف القطر في النسبة التقريبية باي. معناه يا دكتور أنا حتى إنه أقدر أحسب لك مساحة الدائرة لازم يتوفر عندي أول شيء نصف القطر، لازم أعرفه، ولازم أعرف قديش النسبة التقريبية اللي هي باي، وبعدين أنا بحسب لك إياها. تمام، إذا شو المدخلات اللي أنت طلبتها؟ والله المدخلات أنا بدي منك يا دكتور نصف القطر، وبدي منك النسبة التقريبية، بدك إياها تعطيني إياها على عيني ورأسي، أعطيتك إياها. طيب شو بدك تسوي الآن؟ بتقول لي أنا هسه راح أعمل بروسيسنج. شو البروسيسنج اللي بدك تعملها يا فلان؟ قال والله أنا القانون بقول إني لازم أربع نصف القطر وأضربه في باي. تمام، معناته يا دكتور بأخذ نصف القطر هذا اللي أعطيتني إياه، بضربه بنفسه مرتين، برد أضربه بالنسبة التقريبية، بكون طلعت لك المساحة. ممتاز جدا. إذا البروسيس اللي أنت عملته إنك أنت ربعت نصف القطر وضربته في باي في النسبة التقريبية، وبعدين قلت لي تفضل يا دكتور هاي مساحة الدائرة. إذا البروسيس إنك ربعت وضربت. طيب النتيجة، والله النتيجة تفضل يا دكتور هاي مساحة الدائرة. والله النتيجة أنا جيت طبعت لك إياها على الورق أو حكيت لك إياها بلساني، وهاي النتيجة يا دكتور. تمام، ممتاز جدا. هذا الحكي إحنا بنفكر فيه لما بنحل أي مشكلة بالدنيا، لازم أحدد جوانب المدخلات لهذه المشكلة. طبعا لما أحدد مدخلات المشكلة لازم أفكر شو الإجراءات الضرورية اللي لازم تتم على هاي المدخلات بحيث إنه أطلع بالنتيجة المطلوبة. هاي الإجراءات اللي هي بنسميها البروسيس. تمام، الأوتبوت النتيجة الآن هي ما ينتج بعد عملية اتخاذ الإجراءات وتنفيذها. تمام، إذا عندما نفكر يا شباب بالديزايننج لأي بروجرام، بتصميم أي برنامج بالدنيا، لازم نفكر شو المدخلات الضرورية التي يجب أن تتوفر لحل المشكلة، بعدين طريقة أو إجراءات حل المشكلة، بعدين ما هي النتيجة المطلوبة من البرنامج بعد ما تنحل المشكلة. هذول الثلاث شغلات الأساسية يا شباب اللي موجودات واللي بتشوفهم الـ Input Process Output. الآن حتى أنا أكتب الحل، أنا ممكن أكتب خوارزمية، تمام، لهذا الحل. كيف يعني خوارزمية؟ يعني أنا ممكن أجي أكتب خليني أشوف إذا بقدر أعملكم أنوتيت هنا بتكست. تمام، أجي أكتب هون الخطوة الأولى الفيرست ستيب، بدي أقول له مثلا input
مثلا الريدس، اعطيني الريدس، اعطيني نصف القطر، وبدي اقول له او بديش اكتب هيك كابوت هيك بالشكل هذا. لو اجيت قلت له الخطوه الاولى لحل مشكله مساحه الدائره، بليز بليز بروفايد مي وذ ذا ريدس، اعطيني نصف القطر. تمام، خلينا ننقل هاي لهون على اساس تشوفوها ونوسعها شويه. الان الخطوه الثانيه، بليز جيف مي باي، اعطيني شو باي. الخطوه الثالثه، شوفوا هاي خوارزميه قاعد بكتبها انا، خوارزميه بلغه العاديه. الخطوه الثالثه قاعد شو بقول له؟ بقول له الاريا ايكوال، اريا ايكوال الريدس ضرب الريدس ضرب باي. تمام تمام. اذا لاحظوا انا بليز بروفايد مي، بليز جيف مي، هذول انبوت، هذول المدخلات. بعدين قلت له هاي الاجراء اللي راح اسويه، هاي الاجراء اللي انت طلبته مني، اريا ايكوال ريدس ضرب باي. تمام، بقول له اوتبوت، اوتبوت اريا، طلع الاريا هاي طلعنا اياها. بعدين خمسة، خلص انا انجزت مهمتي، ستوب. هاي الخوارزميه مكتوبه بلغتنا العاديه كيف بدنا نحل مشكله مساحه الدائره. وخلينا ننتبه الى ما هو مكتوب بالسلايد هون، input process output، وما هو مكتوب هون input. This is an input. This is another input. انا محتاج ل two input مش one input في هاي المساله. بعدين البروسيس عندي الاريا ايكوال الريدس مضروب في الريدس مضروب في باي. طيب شو النتيجه اللي طلعتها؟ الاريا. وبعدين خلص انتهت المهمه، توقف. هذا الاجراء، هذا الاجراء اللي بنسميه احنا الالجوريثم او الخوارزميه، واللي مكتوب بلغتنا العاديه. الكمبيوتر ما راح يفهم هاي اللغه، الكمبيوتر بده تكتب بلغه هو يفهمها. قلنا لغه الالي صعبه، مش راح نقدر نكتب بلغه الالي. معناه بقول لك يا اخوي انا في عندي مجموعه من اللغات الها مترجمات والها انتربريترات جاهزه، اتعلم على اللغه كيف بنكتب فيها، واكتب برنامجك واكتب حل مشكلتك وانا بنفذ. تمام ممتاز، الله يريح بالك. ريحتنا من لغه الآلة اللي هي 01، والان احنا بدنا نتعلم اللغه، بحيث دائما وابدا المشاكل اللي بتنعرض علينا يظل في ذهننا القاعده التاليه: input process output، input process output. اذا هاي اتفقنا عليها. تمام، واحد بيجي يقول لي بيجي يقول لي طيب يا دكتور انا يعني بدي يعني كتبت باللغه، بدي يعني كيف بالترجمه، كيف بدي احوله للغه الآلية؟ يا اخوي انت ارتاح، لا تحولش للغه الآلية. احنا ناخذ برنامجك هذا اللي كتبته بعد ما تتعلم اللغه، وبنعطيه للانتربريتر. لغة البايثون عندي أنا بتتعامل كإنتربريتر، مفسر، المفسر غير المترجم. طبعا إحنا بدناش يعني بتمنى من الجميع أنه يرجع للشابتر رقم زيرو، واللي فيه يعني لمحة بسيطة، وهذا الإشي لازم تكونوا أخذتوه، يعني شو يعني مترجم، شو يعني مفسر. المفسر بأخذ الجمل، البرنامج جملة جملة، بأخذ الجملة بفسرها بنفذها فورا، باخذ الجمله الثانيه بفسرها بنفذها فورا بشكل سيريلايزد. شو يعني سيريلايزد؟ يعني ورا بعضه البعض. لكن الكومبايلر باخذ البرنامج كله كوحده واحده، ككتله واحده، بعمل له ترجمه او كومبايليشن، وبعدين بننتقل مره اخرى الى مرحله التنفيذ. لذلك في المقاييس، وخصوصا اذا كان عندي دورانات، الكومبايلر اسرع من الانتربريتر. ولكن للوهله الاولى ببين عليك انه والله الانتربريتر اسرع،
لا الكومبايلر أسرع. ليش؟ لأن الكومبايلر في حالة وجود دورانات كثيرة جدا، عملية الترجمة بتتم مرة واحدة، لكن في الانتربريتر عملية الترجمة بتتم مباشرة. بقرأ الجملة، بترجمها، بفسرها، بنفذها. ترجمة مع تنفيذ بشكل مباشر بخلاف الكومبايلر. طبعا العملية هاي خصوصا إذا كان في عندنا دوران، يعني نفس التعليم بتمر عليها أكثر من مرة، معناها كل مرة بده يمر عليها، بده يترجمها وينفذها. لكن البايثون الإديتورز تاعه بتعمل انهانسمنت، إنه وخصوصا في حالة وجود ايرورز. طبعا يعني بتعمل نوع من سيمي كومبايليشن، يعني الخطأ بتحاول تكتشف لك اياه، وخصوصا اذا كان من ناحيه سنتاكس بيقع في الجمل او بيقع بالهذا قبل ما تتعدى مرحله الانتربريتيشن، وبالتالي ممكن تتداركه، ممكن تتداركه. زائد انه بتقدر انت في الايديتور تاع يعني الايديتور هو ايديتور اوبتمايزر بنفس الوقت، ممكن يساعدك في عمليه تنفيذ البرنامج خطوه خطوه او خطوات متلاحقه. يعني ممكن انك تنفذ اول 3 خطوات طلعن صحيحات، توقف تنفذ اللي بعديهن. ممكن اذا طلع مع خطا في انستركشن معينه تصححها وترجع تنفذ. اذا العمليه فيها نوع من الفلكسبيليتي. هذا الحكي في الانتربريترز القديمه ما كان متوفر. الان طبعا راح نتعرف في هذا الشابتر كيف نصمم البرنامج، كيف نستخدم الانتربريتر، كيف نعمل امبورتنج، وهذا موضوع مهم جدا، كيف نعمل موديولز خاصه لايبرريز من الفانكشنز او البروسيجرز ونستدعيها جوا البرنامج من مكان خارجي. كيف نتعامل مع الميموري، مع المتغيرات والثوابت وانواع المتغيرات، كيف نعمل معالجة للداتا والكالكوليشنز والعمليات الحسابية، العمليات المنطقية، كيف نكتب جمل المقارنة، جمل السؤال، وكل هاي العمليات راح نتعلمها وتكون أحد أهداف هذا الشابتر يا شباب. الآن في مجموعة قواعد وضعها مؤلف الكتاب، وهي قواعد حلوة جدا. أنا بدي أركز على قاعدة واحدة عشان أنتوا في هذا المساق تستفيدوا منه بشكل كويس. خليني بحكي لكم إياها الآن. القاعدة الأولى اللي بحكي لك عنها المؤلف بيقول لك Think before you program. أول إشي قبل ما تحل أي مسألة، زي ما حكينا لازم أول إشي نقعد نفكر، نقول شو الأشياء الضرورية اللي لازم تتوفر حتى أحل المشكلة، إلا هي نفسها المدخلات. هاي واحدة، إذا حددت المدخلات خلصت من جزء. الآن باجي بقول شو الإجراءات اللي لازم أسويها على هاي المدخلات بحيث أحقق الهدف المطلوب من البرنامج، وهاي خلصنا منها، سويت الإجراءات. ظل أقول شو الهدف من البرنامج. الهدف من البرنامج والله حساب مساحة الدائرة. إذا أنا عملت كل شيء وطلعت مساحة، طلعتها، طيب ليش ما تعطيها لليوزر؟ أوكي بدنا نعطيها لليوزر، تفضل اليوزر. كيف الطريقة اللي بدي أعطيها لليوزر اللي هي الأوتبوت؟ ها، إذا هاي الجوانب قبل ما أبدأ أحل البرنامج وأكتبه لازم أفكر فيها. إذا I have to think. لذلك المبرمج لازم يكون عنده مقدرة على brainstorming، على العصف الذهني. لازم يكون عنده مقدرة على التحكم باللغة كبيرة، على استخدام أدوات اللغة وبالطريقة المناسبة والوقت المناسب. A program is a human readable essay. No problem solving that also happens to execute on a computer. البرنامج يا شباب مش بس هو عبارة عن صف التعليمات اللغة وراء بعضها البعض، لا. أنا وأنا أقرأ بالبرنامج لازم يكون البرنامج readable. شو يعني readable؟ مقروئته عالية. يعني عندي أنا إشي اسمه ثوابت وإشي اسمه متغيرات. لما بستخدم اسم متغير لازم هذا الاسم المتغير اللي بستخدمه يدل على معنى. لما بدي أقول مثلا دخل لي نصف القطر، أجي أقول له input x، طيب اليوزر شو بيعرفه ب x؟ بدل ما أقول له input x بقول له input radars، خلاص بيعرف إنه إيش، إنه والله دخل الريدس. أبعث له leading messages، رسائل إرشادية، أقول له الرجاء إدخال نصف القطر أو please input the radars،
خلاص اليوزر بيعرف انه والله الان لازم يعمل انبوت لنصف قطر، او ممكن اقول له بليز انبوت ذا سيركل ريدس، اعطيني نصف قطر الدائره، بدل ما اقول له انبوت اكس تظهر الشاشه سوداء عنده والنابض منبض، لا انا اعطيته شيء مقروء. زائد انه جوا البرنامج وانا اكتب في البرنامج هناك مقروئيه عاليه للبرنامج، وانا اقرا فيه وارتب فيه البرنامج قاعد انا يعني زي كاني بقرا السي مقاله، واضح كل شيء فيه، واضح ليش معمول وشو المشكله اللي بيحلها. الان الرول رقم 3 واللي هي مهمه جدا جدا جدا، اذا بدنا نستفيد في هذا المساق ونستمر ونستمر بشكل قوي وما فيش عندنا بدون اي مشاكل وتشعر انك استفدت من الماده، المحاضره اللي بتاخذها بدك تطبق على الجهاز، practice and practice and practice، وهاي بشدد عليها جدا وراح اذكركم فيها في كل محاضره. هاي رول رقم 3، the best way to improve your programming and the problem solving skill is to practice. اذا ما طبقت ها انت بتاخذ المحاضره عندي، ممكن اسجلك اياها وتحضرها وتفهمها، لكن هذا لا يكفي. وبدي اقول لكم شغله، المحاضرات بتشكل 20% وخلينا نعطيها 30% بلاش 20%، ونقول الباقي عليك بنسبة 70-80%. انت تأخذ المعلومة، تفتح جهازك بالدار، تشوف problems مشاكل تبدأ تحلها. الأسايمنت اللي بعطيك إياها هي تشالنج، تحدي، مش أنا بروح بدور على الإنترنت وين حل الأسايمنت وبقعد أحلها، لا أنا بأخذ الأسايمنت بطبق الرولز. think، فكر، فكرت، نفذت، حطيت البرنامج، الآن الانتربريتر بيساعدك إذا في أخطاء بالسنتاكس بيقول لك في خطأ صحح، الآن ظليتك تصحح وتزبط وتعيد وتزيد، بالنهاية طلعت معك النتيجة، راح تشوف إنه نفسياً أنت يعني شعرت بفرح غامر جداً إنك استطعت تحل مشكلتك أو المشكلة المعروضة إليك بكل كفاءة وبكل اقتدار، وإنك اعتمدت على your brain، على مخك، ما اعتمدت على إشي جاهز طلبته من الإنترنت أو من أي مكان آخر. الآن خلينا نكون متفقين على هذا الشيء. الآن نبدأ، what is a computer program؟ what is a program؟ program is a sequence of instructions، إذا مجموعة من التعليمات الموضوعة وراء بعضها البعض. الآن التعليمات هاي مكتوبة بلغة معينة، شو اللغة اللي احنا بدنا نكتب فيها؟ هي لغة البايثون، تمام؟ طبعاً البرنامج هذا راح يتحول باستخدام الانتربريتر أو الكومبايلر إلى مجموعة من الانستركشن ست، منظومة التعليمات، ومنظومة التعليمات هاي موجودة عند البروسيسر، عند المعالج. يعني الانتربريتر أو الكومبايلر راح يحول لك إياها إلى منظومة التعليمات. منظومة التعليمات هاي بفهمها البروسيسر وبيحولها فيما بعد إلى 0-1. يعني بدل ما أقول له مثلاً X بتساوي 1، هاي الX بتساوي 1 ممكن بالنسبة لمنظومة التعليمات للبروسيسر بتعني Store X, 1، خزن 1 في X. طبعاً أنا مش راح أخش على منظومة التعليمات تاعت البروسيسر، ولكن الكومبايلر خاش عليها والانتربريتر هو بيحولها. ولكن هاي منظومة التعليمات كلها راح تتحول أو تنوجد في الذاكرة على طول في المين ميموري. والآن الأوبريتنج سيستم هو اللي بحط لك إياها في الميموري، وبتصير البرنامج هذا اللي أنت كاتبه باللغة هذا بدل ما يصير اسمه برنامج، شو بصير اسمه يا شباب؟ بصير اسمه بالذاكرة بروسيس، اللي منكم أخذ أوبريتنج سيستم، بدل ما يصير بروجرام بصير بروسيس، والبروسيس هذا هو بروجرام ان اكسكيوشن. شو يعني بروجرام ان اكسكيوشن؟ جاهز لعمليه الرن. الان مين اللي بده يعمل له رن؟ السي بي يو. مين اللي بيودي التعليم الاولى للسي بي يو؟ الان بيبدا السي بي يو يعمل سايكلينج. شو سايكلينج؟ فيتش ديكود اكسكيوت سايكل، بروح على الذاكره بطلب منها التعليم الاولى بنفذها، برد يطلب بفسرها بعدين بنفذها، برد يروح على الذاكره، هذا السي بي يو. إذا لاحظوا الانتربريتر أو البروجرام راح يتحول إلى انستركشن سيت، لأن الانتربريتر إحنا قلنا باخذ تعليمه
بفسرها، بفسرها معناها حولها الى ما يقابلها بالانستركشن ست تاعت السي بي يو وضعها في الذاكره. اذا على طول السي بي يو بروح بالقفها برد ياخذ التعليم اللي بعديها وهكذا. الكومبايلر لا، بحط لك البرنامج كله كدفعه واحده في الذاكره، وبصير هذا البرنامج عباره عن ايش؟ عباره عن بروسيس. اذا شو البروسيس؟ It is a program in execution. اذا البرنامج هو مجموعه من الخطوات لحل مشكله معينه مكتوبه، مكتوب بلغه معينه عاليه المستوى ضمن قواعد اللغه اتفقنا عليها. هذا تعريف البرنامج. يتم تفسير او ترجمه البرنامج وتحويله الى ما يقابله بمنظومه التعليمات الخاصه في السي بي يو او في البروسيسر المعالج، وتوضع هذه التعليمات في مكان مخصص في الذاكره اللي هي خاصة في هذا البرنامج، وبالتالي يكون البرنامج جاهز للتنفيذ ويسمى الآن process. شو يسمى؟ process. لأن تبدأ مرحلة التنفيذ بصير عندنا عملية cycling. نظام التشغيل بقول نظام التشغيل بقول CPU هاي البرنامج في الذاكرة جاهز للتنفيذ، ابدأ بالتنفيذ. بتصير عملية cycling fetch decode execute cycle. Fetch the instruction, decode the instruction, and execute the instruction. هذا البرنامج هو صار تعليمات، تعليمات في الذاكرة، وبالتالي CPU بدها بتروح تجيب التعليمة، بتفسرها وبتنفذها، وهاي العملية نسميها pipelining. الآن آخر تعليمة، آخر تعليمة اللي هي الoperating system بعطي إعاز للCPU إنه terminate معناها ايش؟ انهي، خلص انتهى تنفيذ البرنامج والنتائج طلعت على الشاشه وكل شيء انتهى عندنا. الان زي ما حكينا قبل شوي قلنا البرنامج هو مجموعه من الخطوات لحل مشكله معينه بشكل متسلسل ومكتوب ضمن قواعد لغه معينه، واللغه اللي احنا رايحين نتعلمها الان او اللي رايحين نكتب فيها اللي هي لغه البايثون. وكل لغة يتبع إلها أو في إلها يا إما interpreter مفسر أو compiler مترجم، بحولها من الشكل اللي هي موجودة فيه إلى الانستركشن أو منظومة التعليمات المقابلة للبروسيسر. البايثون is an interpreted language. البايثون كلغة إحنا الآن رح نتعلمها تعتمد اعتماد كبير على مين؟ على الانتربريتر أو المفسر. Interpret means that Python looks at each instruction one at a time and turns the instruction into something that can be run. إذا تأخذ الجملة الأولى في البرنامج بتفسرها، هذا الانتربريتر كيف بيشتغل؟ بأخذ الجملة الأولى بفسرها ويوعز للسي بي يو بتنفيذها، تمام. منرد ننتقل للجملة الثانية، يأخذ البرنامج، تأخذ الجملة التالية تفسر تنفذ، اللي بعديها تأخذ الجملة الثالثة تفسر تنفذ. One instruction at a time. One instruction at a time. Open the Python and enter instruction one at a time. إذن بالحالة هاي احنا بنقدر نخش على الإيديتور تاع البايثون وننفذ جملة جملة، تمام؟ جملة واحدة أو جملة جملة. طيب، you can also import programs which causes the instructions in the program to be executed as if you had typed them in. كمان البايثون بتعطيني إمكانية إني أنا مش بس البرنامج اللي عندي قاعد بنفذ التعليمات، بقدر أجيب بروسيجر أو فانكشن إجراء آخر وأعمل له importing استيراد لبرنامجي ونفذه، وبقدر أعمل reloading للبرنامج ونفذه من جديد وهكذا، تمام؟ وخلينا مع بعض نكتب أول برنامج، برنامج بسيط جدا جدا في البايثون، بيحتوي على تعليمات بسيطة جدا، ولكن في قواعد لازم نتعلمها مع بعض عند كتابة أي برنامج في لغة البايثون. هاي القواعد بالنسبة لي مهمة جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا آسف على المقاطعة، كان في عندي تليفون رديت عليه
وبنرجع للتسجيل مرة أخرى. بدنا نكتب الآن مع بعض برنامج. أنا المرة الماضية قلت لكم يعني قبل ما نكتب البرنامج قلت لكم بتروحوا على اللهم صل على سيدنا محمد على الجوجل. من الجوجل بتكتب أناكوندا، تمام؟ بيطلع لك على طول إذا بتلاحظوا أناكوندا بايثون 3.7 داونلود، تيجي عليها. الآن هون في عندك أول موقع بيجي ببالك على طول، هاي لاحظوا البرودكتس والسوليوشن. والآن طبعا هنا إحنا ممكن أنزل أنا الأناكوندا كتول كيت كامل وألاقي جواته البايثون. طبعا هون في individual edition وممكن خلينا نقول team edition professional service انت individual edition، بإمكانك تنزل الأناكوندا أنا المرة الماضية حكيت لكم حتى وريت لكم لما تنزلها على جهازك راح يكون عندك هون ايقونه اسمها اناكوندا 364 بت. طبعا انت حسب الماشين اللي عندك يا اما 64 بت داتا بس او 32. الان لما تنزل عندك الاناكوندا بهمني منها انا السبايدر، خلينا تعاملنا يكون مع مين؟ مع السبايدر، تمام. الان بتنزل عندك الاناكوندا كبلاتفورم. البلاتفورم هذا بيحتوي على اناكوندا برومبت، باور شيل، نوت بوك، ريسيتس، سبايدر، السبايدر سيتنجز، السبايدر. بهمني السبايدر. الان مجرد انا ما شغلت السبايدر اللي هو الايديتور اللي راح تكون عليه البرامج، تمام، وراح يكون بهذا الشكل. طبعا اليوسجز هاي اللي بتجيك انت انسى موضوعها. الان خلينا في السبايدر. السبايدر يا شباب إديتور زي خلينا نقول زي أي إديتور أو محرر نصوص أنت بتتعامل معه، مع فارق إنه هذا مربوط مع الانتربريتر تاع البايثون. الخطوة الأولى في كتابة أي برنامج، يعني جينا بدنا نكتب برنامج مكون من جملة واحدة، جملة بسيطة جدا، جملة طباعة، بدي أكتب له برنت، شايفين على طول وأنا أكتب الإديتور قاعد بيساعد فيه، بقول لي البرنت إذا فانكشن. طيب بدها أقواس البرنت على طول، بقول لي حط الفاليو، بعطيني هنت وأنا أكتب تول تيبس هذول بسموهن، بعطيني هنت كتابة هون بدك تحط فاليو فاصلي فاليو فاصلي فاليو فاصلي كذا، بعطيني شرح عن جملة البرنت وكيف تعمل نيو لاين، كل شيء كل شيء بدك إياه بكون موجود في التول تيب وأنت بتكتب، تمام. برنت طيب بدي والله أكتب ويلكم تو يرموك يونيفرسيتي، بدي اكتب ويلكم تو يرموك يونيفرسيتي، تمام. الان هاي الجمله اذا بتلاحظوا هاي الجمله برنت ويلكم تو يرموك يونيفرسيتي، اجيتنا اللي اعطاني هون رقم لها، تمام، رقم واحد. برنامج مكون من جملة واحدة، عادي هذا البرنامج، هذا نص البرنامج. بس البرنامج هذا يعني أنا الآن قاعد بكتب على الذاكرة، ما بصيرش أنا يفترض أنه ما فيش عندي أصلاً إشي، يعني ما في عندي برنامج أصلاً. فأنا هاي الانستركشن هاي كات بدي أشيلها وبدي أروح أعمل نيو بروجرام. شو يعني نيو؟ نيو يعني جديد، لسه ما بدي أكتب على برنامج سابق، هذا برنامج سابق موجود عندي. أنا الآن بدي أكتب برنامج جديد، جديد تماماً. شو أعطاني هون؟ قال لي Untitled Zero. شو يعني Untitled؟ يعني غير عنوان، ما فيهوش عنوان. وبعدين حط لي هنا إشي باللون الأخضر، هذا اللي باللون الأخضر يا شباب هذا عبارة عن إيش؟ Multi-Line Comment. شو يعني Multi-Line Comment؟ يعني جمل ملاحظة غير تنفيذية، فقط بقول لي إنه تم إنشاء هذا الملف يوم الاثنين 6 جولاي الساعة 23:01 إلى آخره، والمؤلف تاع هذا البرنامج دكتور خالد. هاي جمل ملاحظة، وجمل الملاحظة تحتاج مني أكتب ثلاثة دبل كوتيشن وأكتب اللي بدي إياه وبالأخير أسكر هنا بثلاث. لو جيت شطبت هذول
بتصير هاي جملة الملاحظة ناقصة، تمام؟ أو شطبت هذول، ها هاي كمان إجا اعترض لي على هذول، يعني لونهن بلون غير. لكن لما حط double equitation اللي هي الشفت مع حرف الطاء بالشكل هذا، حولها لأخضر وقال لي لازم تسكر في نهاية الجملة الكومنت. يعني بتقدر تكتب أي شيء بدك إياه بين الثلاثة كيوتيشن هذول والثلاثة كيوتيشن اللي تحت، لكن هاي الجمل ليست من اللغة، جمل غير تنفيذية، جمل ملاحظة، جمل ملاحظة بسموها ملتي لاين كومنت. لكن في واحدة فوق إذا بتلاحظوا اللي هي معها هاش، لو جيت زحت الهاش لوني ياهن بلون مختلف، ها؟ لكن لما حط هاش صارت رمادية. رمادية هاي بسموها سينجل لاين كومنت، جملة ملاحظة، ها؟ جملة ملاحظة تأتي على سطر لوحده، جملة ملاحظة تأتي على سطر لوحده، تمام؟ خليهن. هذا بعطيني الكود شو هو يو تي اف وإلى آخره، هاي جمل جاي من السيستم لما بتعمل النيومونت. أنا لا، أنا بدي أكتب الجملة اللي كتبتها قبل شوي، برنت. هاي جملة، هاي أول جملة في برنامجي، لكن ترتيبها هون بالنسبة للأسطر جاي رقم 8 وممكن تكون رقم 7. لاحظ إذا إجيت زحت البرنت لقدام شوي، ها؟ هذا الفراغ اللي زحته حساس إله اللغة. إذن كيف بدي أعرف الأخطاء اللي وقعت فيها وأنا أكتب؟ أول شيء اللغة فيه لها سكوبس، إحنا مش راح ندخل الآن بالسكوبس، ولكن الإزاحة بالنسبة للبرنامج هذا برنامج رئيسي لازم تكون من العمود صفر وأنا بكتب، يعني ما فيش إزاحات، ممنوع تعمل إزاحة زي هيك لأنك أنت في برنامج رئيسي. لكن إذا في أشياء فرعية، الأشياء الفرعية بدها إزاحة، كل ما فرعت راح تزيح، كل ما فرعت راح تزيح، تمام؟ لكن أنا الآن بكتب جملة واحدة، إذا هي على إزاحة صفر مش لازم تزيح. طيب بدي أنفذ البرنامج، أو قبل ما أنفذه بدي أخزنه، باجي هون بقول له فايل سيف، الآن بقول لي أوكي سيف، وين بدك أخزن؟ أنا والله عامل هون على الديسكتوب بايثون كورس وقاعد بخزن فيه، عامل فولدر اسمه بايثون كورس وبخزن فيه. أنت اعمل فولدر وين ما بدك على جهازك وظلك خزن فيه البرامج. بس هون بقول لك untitled، يعني اكتب لي اسم. شو بدك الاسم؟ والله بدي الاسم أسميه my hello program prog، سمي اللي بدك إياه. طبعا مجرد ما ضغطت انتر لاحظ الاسم اللي تكون عندك كون my hello prog dot py. الدوت باي الاكستنشن اعطاه اكستنشن من عنده دوت باي، ليش؟ يعني بايثون اختصار لكلمة بايثون، تمام. هذا البرنامج تخزن، والبرنامج مكون من جملة واحدة تنفيذية، جملة برنت. وبرنت معناها شو يا شباب؟ معناها اطبع. طيب بدي انفذ البرنامج، هاي رن، يا سلام اعطاني هون. لما جيت انفذ البرنامج شايفين هون هاي رن فايل، او باجي هون على رن وبختار اول واحدة، او بضغط على المفتاح اف 5، كلها تؤدي الغرض. سواء ضغطت على هاي او رحت على رن وعملت رن، كلها عملت لي رن للبرنامج. جيت اعمل رن للبرنامج، طيب لازم يعطيني ويلكم تو يور موك يونيفرس. شو اعطاني هون؟ اعطاني بايثون ان هاز كذا 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 سينتاكس ايرور، انفاليد سينتاكس ان لاين، لاين ايش؟ لاين 8. شو بقول لي؟ شو الايرور؟ بقول لي ان انهازد انتراكتيف بايثون، بقول لي برنت ويلكم تو يور موك يونيفرسيتي انفاليد سينتاكس، واشر لي على مين؟ هون سهم. طب شو المشكله؟ طليت هون، ايه انا كاتب جمله، وحسب قواعد لغه البايثون لازم يكون هذا الجمله اللي لازم تنطبع على الشاشه لازم تكون محصوره بين حاصرتين علويات، لانها عباره عن نص. اي شيء نصي لازم يكون واقع بين حاصرتين علويات، تمام التمام. ممتاز، لازم يكون واقع بين حاصرتين علويات، تمام. هاي انا حصرته بين حاصرتين علويات. الان هل اختفى الايرور؟ طيب بدي اعمل رن مره ثانيه للبرنامج، هاي رن. انا صلحت، قريت الايرور هون، شايفين الايرور وين؟
المكان هذا اللي هو الكونسول. هذا الكونسول اللي هو شاشة التحاور اللي بتظهر نتائج البرامج. وجيت عملت ران مرة ثانية، أوه ما أعطاني إيرور، شو أعطاني؟ Welcome to your MOOC University. أجي هون أعمل أكتب كلمة clear. ها clear هاي إذا كتبتها بالكونسول تعني نظف لي الكونسول. اعمل ران هسا عشان تشوف بدون أخطاء. يا سلام بدون أخطاء، كتب لي هون كلمة إيش؟ Welcome to your MOOC University. إذا أنا كتبت هون ونفذت البرنامج وخزنته. طيب شو رأيكم أنا بديش أكتب هون بالجهة هاي، بدي أكتب بالجهة هاي الآن جملة، جملة برنت ثانية. برنت this is CS 111 course. تمام انتر. مجرد ما ضغطت انتر نفذ الجملة. شو طبع؟ This is CS 111 course. تمام. لو جيت كتبت له X بتساوي 10 وانتر، شو هيك صار؟ هيك صار انه عنده خزن X بدماغه، ها بالميموري، حط في X 10. جيت قلت له X بتساوي X زائد 2 زائد 1. تمام. قلت له X بتساوي X ناقص 8. يا سلام. طب قديش قيمة X صارت هسا؟ ممكن أعرف؟ ممكن اطبع X. print X. شو رأيكو؟ 10. بعدين X الجديدة بتساوي X القديمة زائد 1 صارت 11. بعدين X بتساوي X ناقص 8. 11 ناقص 8 معناها بضل 3. معناها النتيجة اللي راح تطلع هون الآن يفترض إنها 3. انتر. لاحظ النتيجة اللي طلعت 3. واحد بيقول لي شو هذا؟ طيب هذول ظل محتفظ فيهم بالذاكرة؟ نعم ظل محتفظ فيهم بالذاكرة. بدك تمسحها؟ أقول له clear. clear نظف لي الكونسول ونظف لي الذاكرة. طيب الكلير هاي لو جيت الآن قلت له print x، ها ظل محتفظ ب x بالذاكرة. الكلير هاي لتنظيف الكونسول لكن الذاكرة بعدها ممتلئة. تمام. الآن أنا بدي أنظف الذاكرة، معناته لازم أعمل resetting. ها resetting للبرنامج. rerun last cell أو خلينا نقول على ال debug أو stop. لازم أعمل stop للميموري أو أعمل refreshing للميموري. بعمل run مرة أخرى. الآن عمل run مرة أخرى للبرنامج. الآن البرنامج automatically، هذا البرنامج بنعمل له run، بنعمل reset للميموري. تمام. أو بعمل refreshing للميموري. الآن إذا هذا برنامج ونتيجته Welcome to your MOOC University. هذا برنامج الجملة هاي تعتبر برنامج لوحدها. طيب أنا الآن نفذت الجملة هاي، لو جيت عملت إزاحة بالله بالشكل هذا وعملت run، شو أعطاني؟ بقول لي error. شو الإيرور اللي أعطاني إياه؟ Unexpected indent. شو يعني؟ إزاحة غير متوقعة. ليش إزاحة غير متوقعة؟ أنا قلت هذا main program، ليش أزيح؟ لازم تبدأ الكتابة من العمود صفر. إذن رجع اعمل رن مرة ثانية. أوكي طبع لك ما فيش أي مشاكل، هاي clear. تمام. بدي أعمل شغلة ثانية. هاي جملة البرنت على البرنامج هذا كتبتها capital بدل ما أكتبها small. وجيت أعمل رن، شو بقول لي؟ بقول لي error. ليش error؟ name print is not defined. البرنت هاي الجملة هاي مش معرفة عندي باللغة. أنا بعرف برنت سمول لتر، إذن اللغة حساسة لحالة الأحرف. الكابيتال كابيتال والسمول سمول ما بصير. الكابيتال كابيتال والسمول سمول. جملة البرنت هاي جملة البرنت وهذا شكلها ولازم تكون سمول لتر. طيب واحد إجا راح نسي الام لتاحة وكتب برنت بالإي، لاحظوا لونها هون اختلف. لا اشطب الإي برجع لون أحمر على أساس أنه عرفها، لكن لما تكتب إي واعمل رن على طول شو بقول لك؟ name برنتي is not defined. تمام؟ معناها هاي خطأ، صلحنا. نعمل رن من جديد. أوكي تمام هاي طبع ما فيش أي مشاكل. تمام؟
وهاي كلير، ورد اعمل رن للبرنامجك، النتيجة صحيحة، طبع يرموك يونيفرسيتي. تمام التمام تمام التمام. بما أنه إحنا بدأنا الآن وكتبنا يرموك يونيفرسيتي، إذن خلينا نبدأ هيك ببرنامج بسيط اللي حكينا عنه قبل شوي، واللي هو البرنامج اللي بحسب مساحة الدائرة. وقبل ما نبدأ بحساب مساحة الدائرة، بدنا نعرف إنه البايثون فيها متغيرات وفيها ثوابت. الثابت هو الذي لا تتغير، ممكن طبعا يكون ثابت رمزي أو ثابت عددي. طبعا هون أنا جيت شو حكيت له، حكيت له Welcome to Yarmouk University، هذا بنسميه string. string شو يعني؟ نص. ممكن أجي أنا هون أكتب X بتساوي ها كولياتو ها تمام كات، حط لي اياه هون باكس، ها كنترول في، وخليني اكبر لكم الشاشه شويه عشان تكون الامور اوضح. حطيت ويلكم تو يرموك يونيفرسيتي، متغير اسمه اكس. هذا المتغير اللي اسمه اكس انا من عندي سميته، أنا سميته من عندي، وبدل ما أسميه X ممكن أسميه أي اسم بدي إياه، وفي شروط للتسمية، ترى في شروط للتسمية، ممكن أسميه مسج عادي، سميه أي اسم بدك إياه. هذا المتغير من نوع string، من نوع شريحة أو شرائح رمزية. وجيت هون بدل جملة البرنت، بدل ما أحط له Welcome to Yarmouk University، كتبت له مسج نفس الاسم، ما بصيرش ها. وانت تكتب فيه اوتوماتيكلي بعطيك هنت، بقول لك هذا هو نفسه هذا، ما لازم يكون مختلف. وعلى طول شو اعطاك التايب؟ اعطاك التايب ايش؟ شو تايبه؟ سترينج. شو نوعه؟ سترينج. تمام، اعطاك النوع تاعه انه سترينج. تمام 100%. طيب يعني هاي إذا حطيتها زي كأنه قلت لطبع هاي، نعم بروح بطول قيمتها من الذاكرة وبطبع لك إياها. والله نجرب. تمام، ما طبع لي كلمة مسج، شو طبع لي؟ طبع لي القيمة. طيب لو نسيت هنا حرف زي هيك، شو راح يطبع لي؟ name message is not defined، بقول لي هذا مش معروف عندي، منين جايبه هذا؟ هذا مش متغير. إيه والله نسيت الإيه، أوكي هاي حط الإيه ونفذ برنامجك مرة أخرى. إيه والله طبع، ممتاز. إذن المتغير اللي أنت، طب هذا المتغير جيت أنا قلت له المتغير هذا بلس 10، شو يعني؟ يعني هذا متغير وضفت له زائد 10، جمعت له 10، والله بيصير. خلينا نجرب نشوف شو راح يعطينا. شو بقول لي؟ can only concatenate string not integer to string. هذا العشرة integer، عدد صحيح. ورحت عامل جمع ها لمين؟ لمسج. والمسج شو قيمة تولكم؟ بصير تجمع نص مع رقم؟ ما بصير. شو كاتب لك كون؟ تستطيع فقط إجراء عمليات الدمج بين نص ونص، ولا تستطيع جمع integer إلى نص. إذن برضو المتغيرات حسب نوعها. طيب واحد بيقول لي طيب شو أسوي؟ بقول له ولا إشي، بسيطة، انت تحكي له واي بتساوي 10 مثلا ها، وهون اطبع المسج اللي بدك اياها، هاي تاعتنا. وهون شوف لك جمله برنت، جمله برنت ثانيه. طيب نرجع يا شباب لموضوعنا، انا اسف كان يعني قاطعت التسجيل شويه. الان في عندنا زي ما حكينا انه المسج هاي من نوع string، هذا متغير. شو يعني متغير؟ المتغير هو يتغير قيمته اثناء تنفيذ البرنامج. يعني مثلا اجينا حطينا مسج ويلكم تو يرموك يونيفرسيتي، هاينا طبعناها بظل بتحتفظ بقيمتها اثناء تنفيذ البرنامج. الان الواي ايكوال 10، تمام. بعد شوي قلنا واي بتساوي واي ها زائد 2، بعد شوي قلنا واي بتساوي واي ضرب 10، تمام. وإجينا هنا ضفنا
جمله برنت تمام بين قوسين قلنا واي تمام. الان الواي هاي لاحظ لما اضغط عليها بيأشر لي على كل الوايز اللي موجوده في البرنامج، دلاله على انه نفس السنتاكس، بس لما اشر عليها مره اخرى بعطيني تول تيب بقول لي اكس ها هاي عباره عن ايش؟ انتجر اور لونج انتجر تمام. انتجر اور لونج يعني عدد صحيح او عدد صحيح ذا له طول مضاعف، وبدخل بالعمليات. يعني انا قلت برنت واي، بعد شوي شو قلت له؟ برنت واي ماينس 10. طيب خلينا نشوف الحكي نتيجة البرنامج هذا كيف بتنفذ. الآن إذا 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 بتتذكر وقلت لكم انتربريتر، وبالتالي لو جيت على الجملة هاي لوحدها ها وقلت له رايت كليك ران سيلكشن، ران سيلكشن اور كرنت لاين، يعني نفذ الاختيار او السطر الحالي، نفذه. هيو شايفين نفذه هون، بس ما طبعا ما اعطاني النتيجه، هو قال لك خلص انا خزنت لك. جيت على هذول الثلاثه نفذتهم، شوفوا كيف ران سيلكشن هاي نفذ الثلاثه تمام، لان التنفيذ على الكونسل هون بيطلع عندك. طيب جيت بدي انفذ الجمله هاي لوحدها ها ران سيلكشن هاي نفذها وطبع لك المسج، شايفين هاي نتيجة التنفيذ، هاي المسج طلعت تمام. لو اجيت هون بدي انفذ الجملة هاي run y هاي طبع لك 120 مزبوط، 10 و2 12 ضربها ب10 صارت 120. طيب الان y بالذاكرة 120، لو بدي اطبعها انفذ هاي مرة ثانية، هاي الجملة هاي بدي أنفذها مرة ثانية، هاي بضللها تضليل عفوا طبعا إذا أخطيت بشغلة في عندك أندو تضليل، ورحت قلت له ران سيلكشن كمان مرة بضل يعطيك 120. طيب لو نفذت الجملة اللي بعديها هاي هاي ران سيلكشن ها طرح منها 10 صح، واي ناقص 10 ما أعطاني أي أخطاء، لكن لما جيت أجمع قبل شوي للمسج هاي 10 أعطاني إيرور. ليش؟ لأنه العشرة أو الواي نقدر نتعامل بالعمليات الحسابية بأريحية. لكن لو جيت قلت له بلس بلاش، يعني خلينا نأجلها شوية عملية الكونكاتينيشن، ولكن هذا البرنامج مكون من الجمل هاي كلياتها. انا لاحظوا لفدت كنت نفذ ثلاث جمل، جمله 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 ثلاث جمل، بدي نفذ كلياته دفعه واحده رن. هاي طبع لي ويلكم تو يرموك يونيفرسيتي 120 110، نفذوا كلياته دفعه واحده. شوفوا كيف، خلينا نعمل كلير عشان تشوف النتيجه مره اخرى، واكبر لك شويه شاشه الكونسول شويه. شوف رن، شوف الرن كيف، هذا الرن. طبعا هاي المسج اوريدي بتيجي من كلمه رن فايل، انساها. النتائج هيها باللون الابيض، ويلكم تو نيرموك يونيفرسيتي اللي هي ناتج جمله الطباعه الاولى، 120 ناتج جمله الطباعه الثانيه، و110 ناتج جمله الطباعه الثالثه. طبعا هذا البرنامج بدون هدف، هيك بس عشان نشوف كيف عمليات الطباعه والاخذ والعطاء بتتم عندي في البرنامج. اذا نرجع للبرنامج اللي عندنا. واحد بجوز يقول لي انا والله خلص يعني وين الانبوت عندك وين اوت؟ اخوي هنا ما فيش انبوت واوتبوت، هنا برنامج بسيط اللي بدنا نتعلم منه كيف ننفذ جمله، كيف ننفذ مجموعه جمل، النتائج وين بتظهر، الكونسول اللي بنعمل له كلير ها الكونسول هذا اللي هو ساحه النتائج، واللي ممكن انت تكتب جمله جمله هون وينفذ لك اياها، او ممكن تكتب مجموعه الجمل هون وينفذها دفعه واحده تمام. والبرنامج بيحتوي على سينجل لاين كومنت وبيحتوي على ملتي لاين كومنت تمام. الان اخذنا انواع المتغيرات، هذا المتغير قلنا سترينج، لكن هذا المتغير قلنا انتجر. اذا المتغيرات ممكن تكون سترينج وممكن تكون انتجر، شرائح رمزيه وممكن تكون ارقام صحيحه. ولو جيت قلت له هون X بتساوي 3.5
تمام. اكس هاي شو اعطاني نوعها؟ خلينا نشوف بالله شو اعطاني نوع اكس هاي. الان بدنا نشوف النوع. النوع الان خلنا نعمل ران على اساس يتعرف عليها ونرجع لاكس هون. طبعا غير مستعملي. لو قلنا له هنا برنت اكس تمام وهاي رن. طبعا اكس طبعها 3.5 بس اكس هنا شو اعتبرها؟ لازم يعطيني تول تيب عليها او على الاكس هاي. يعطيني تول تيب طبعا هاي من نوع ايش؟ من نوع فلوت. يفترض انه يعطيني النوع تاعها انها من نوع فلوت. طبعا بكتر انا اقول له هون تايب اكس. شو اعطاني هون لما قلت له تايب؟ شو يعني تايب؟ اعطيني نوع اكس شو نوعها؟ فلوت. لو قلت له تايب لواي اللي هي الواي اللي حطيناها فوق شو اعطاني؟ انتجر. لو قلت له تايب لمسج شو اعطاني النوع؟ بقول لي اوكي مسج از نوت ديفايند. ليش نوت ديفايند؟ يعني نسيت الحرف الاول شو لازم يكون؟ كابيتال. هيا انتر تايب مسج تمام. شو اعطاني؟ اس تي ار يعني سترينج. اذا لاحظوا كلير. مرة ثانية التايب لإكس شو راح يعطيني إياه؟ راح يعطيني إياه فلوت. التايب لواي شو راح يعطيني إياه؟ الواي مخزن فيها عدد صحيح راح يعطيني انتجر. فلوت معناه رقم كسري ذا يحتوي على نقطة عائمة، نقطة عائمة، لذلك سموه فلوت. الآن الشرائح الرمزية أو المتغيرات التي تحتوي على شرائح رمزية هي من نوع ايش؟ من نوع string. اذا شو انواع البيانات اللي ممكن انا اتعامل معها في البايثون؟ ممكن تتعامل مع float اللي هو اعداد كسرية، ممكن تتعامل مع اعداد صحيحة، وممكن تتعامل مع string شرائح رمزية. الشرائح الرمزية اي حاجة محصورة بين حاصرتين علويات بهذا الشكل او حتى حاصرة علوية واحدة تمام؟ او حتى حاصرة علوية واحدة زي هيك كمان جائز تمام. هذا او هذا حاصره علويه سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن برضه جائز. اذا هاي انواع المتغيرات اما فلوت او انتجر او سترينج تمام. واذا في انواع اخرى في وقتها راح ناخذها. طبعا الانتجر ممكن نحط معاه لونج انتجر كمان يعني بصير لونج تمام. وطبعا كميه البيانات اللي ممكن تستوعبها البايثونز او هاي الانواع من المتغيرات هائل جدا، وخصوصا يعني اللغه بتزودنا او يعني في مساحه هائله لتخزين الارقام الضخمه جدا. طبعا اذا جيت تقول لي مين اكبر الانتجر ولا الفلوت بنقول لك لا الفلوت اكبر. لذلك اذا خزنت الفلوت في انتجر ما بتقبل منك اللغه، لكن اذا خزنت انتجر في فلوت بتقبل منك اللغه. يعني بعد شويه جينا قلنا x بتساوي x زائد y ما في شيء مشكلة نهائيا. إذا جيت تقول y بتساوي بتساوي x، الآن بدنا نشوف شو الخطأ اللي راح يصير عندنا. نشوف طبعا هون y بتساوي x معناه إنه ال y تحولت ل x وبالتالي أخذ type convergent، ولكن إذا كان حجم الإكس أكبر من حجم الانتجر فراح يصير عندنا مشكلة. ما راح تبين معك المشكلة إذا كان الحجم أو كمية الداتا اللي بتحتويها إكس أكبر من كمية الداتا اللي ممكن تتخزن في واي. فهون عمل type conversion واعتبرها float. فما فيش عندي أي مشكلة، ولكن إحنا في حينه راح نفصل أكثر في data type ونشوف مين ممكن يتسع لمين. دائما وأبدا قاعدة بنقول الحجم الكبير بتسع للأصغر، يعني الفلوت بتستوعب الانتجر ولكن الانتجر لا تستوعب الفلوت.
وهكذا. المرة الجاية يعني أنا بديش أزيد في المحاضرة هاي أكثر من هيك، لأنه إحنا استخدمنا الإنتيتور وشفنا شو يعني مالتي لاين كومنت، شو سينجل لاين كومنت، شو معنى أنك تعمل متغير، شو يعني ثابت. بديش أزيد على هذا الشيء اللي أنا كتبته، لكن المرة الجاية بنبدأ في برنامج بسيط وبنبدأ نتعامل مع المتغيرات، وبنبدأ نكتب برنامج لحساب مساحة الدائرة، وبدي أفصل فيه شوي شوي وعلى رواقة، بحيث إنه هذا البرنامج راح يكون هو الأساس اللي من خلاله راح ننطلق لبقية البرامج. ونعتبر هاي المحاضرة هي استخدام للإيديتور. إذا الجميع بنبه مرة أخرى ينزل الأناكوندا بلاتفورم وينزل عليه الأناكوندا بلاتفورم with Python 3.7 ويكون جاهز لتشغيل سبايدر ويطبق هاي الأشياء اللي أنا طبقتها في هاي المحاضرة. وبشكركم. المرة المحاضرة القادمة إن شاء الله أنا بكون موجود وبعطي ملاحظاتي حول هذا البرنامج وبفصل فيه أكثر على أساس يعني تمسكوا البداية بشكل صحيح وسليم. والله يعطيكم ألف عافية، ونلتقي إن شاء الله في محاضرة أخرى.